في the sixth grade unit 3 lesson 3. تعالى نشوف lesson 3، بيبقى فيه في الأغلب طبعا بيبقى فيه pronunciation طبعا اللي هو النطق، وجايب لي story قصة. وفاطمة faces her fear. fear يعني خوف. هناخد دلوقتي نقرأ الكلمات وهقول لك بعض ملاحظات على يعني صوتية كده، ملاحظات فيها phonics كده في النطق بتاعنا. dear يعني غزال. ايه الفرق بينها وما بين دير عزيزي؟ دير عزيزي دي اي اي ار، انما دير غزال دي دبل اي ار. وولف ذئب. incredible يعني هائل او رائع. كول منعش. سيكريت يعني سر. فير مش فير، فير يعني خوف. بير يعني دب، زي ما دي كده منطقهاش بير بنطقها بير، ودي منطقهاش فير بنطقها fair. ازاي يا ميس وجالي اتنين حرفين vowel، الاي والاي جم ورا بعض، المفروض تبقى الاي لونج اي. لا، قلنا بعض الكلمات بتشذ عن القاعده، مش بنطقها يعني بالظبط زي الفونكس والصوتيات. طيب ازاي بعرف افرق الحاجات دي؟ قلت لكم جزء الاستماع، لازم تستمع كتير للانجليش، حتى ولو 10 دقائق يوميا من يومك كله، تجيب نشره اخبار. انا ما بفضلش الاغاني، تجيب نشره اخبار او فيلم ويعني ايه، تغمض عينك كده، تحط سماعات في ودانك وتسمع الكلام. كل ما هتسمع انجليش اكتر، نطقك وحصيلتك في الكلمات هتفرق على فكره، ودانك هتسمع بعد كده كويس، تعرف تتكلم مع اجانب لما تيجي تتكلم مع اجانب. عندي كلمه delicious يعني لذيذ. هايتس يعني مرتفعات. بادل يعني بركة مياه صغيرة. كلير معناها نقي أو واضح. هيل يعني تل. فورست يعني غابة. دوم أوف أبو الهوى، قبة أبو الهوى دي موجودة في أسوان، وهوريكم صورتها دلوقتي على النت إن شاء الله. فوكس يعني ثعلب. تينيج يعني مراهق، وتينيجر يعني مراهق برضو، والمراهق ده او المراهقه دي هي فتره ما بين ان انت طفل وما بين انت شخص ناضج او شاب. الفتره اللي بين المرحلتين دول اسمها تين ايج، مراهق. ستريم خدناها السنه اللي فاتت، معناها جدول ماء او ينبوع. باك جراوند خلفيه. فانتاستيك رائع. مونومنت اثر، وخدناها برضو السنه اللي فاتت. بلو ليك بحيره زرقاء. افريد خائف. بريف شجاع. disappoint يعني محبط. disappointed disappoint disappointed. decide decided. reach reached. breathe breathe يتنفس، علشان اخرها ايه فنطقتها breathe. طب انا لو شلت الايه في الاخر هتبقى اسمها breath، نفس. شفت الفرق في النطق ايه؟ رغم ان هي برضو لو شلت الايه المفروض تنطق breathe برضو، بس بنطق breath، انما بالاي دي اسمها breathe breathe breathe. left lefted. face faced. sparkle sparkled. عارفين شامبو سباركل يعني يتلألأ. afraid of، وقلنا جدول الاكسبريشنز ده مهم جدا. خائفا من. go back to يعود الى. climb up the hill to يتسلق التل الى. feel proud يشعر بالفخر. face her fear تواجه خوفها. run on through خد on اهي، run on خد بالك من proposition، من الpropositions ده، من حرف الجر ده. run on through يجري خلال. come out of يخرج من. just then في ذلك الوقت. يعني نقرأ الناحية التانية دي كده، أهم points عندي في القطعة بتاعتي. first time أسوان، it's Amel's first time أسوان، دي أول مرة الأمل في أسوان. famous places، أمل wants to see all the famous places، أمل أول مرة تروح أسوان عايز تشوف كل الأماكن المشهورة. dome of أبو الهوى، قبة أبو الهوى أو قبة الرياح. فاطمة and أمل visit the dome of أبو الهوى، فاطمة أمل زاروا قبة أبو الهوى. afraid of heights، فاطمة is afraid of heights، فاطمة بتخاف من المرتفعات. scared، فاطمة is very scared، فاطمة خايفة جدا. طب لو أنا عايزة أقول إن القبة مخيفة، هكتب scared ولا scaring يا شباب؟ افتحوا المايك ورد. عايزة أقول إن القبة مخيفة، هقول scared ولا scaring؟ سكيرينج scaring. سكيرينج عشان برضه يبقى أيوة، وصف الشيء سكيرينج اي ان جي، وصف الشعور اي دي، وصف الشيء اي ان جي يعني الشعور اللي أنا بيسببه لي الشيء ده، بيسببه لي الشيء ده
هحط اي ان جي، شعوري انا اللي جوايا انا بتاعي ايدي او بتاع حد، بوصف شعور حد. help امل helps فاطمة، امل ساعدت فاطمة. feel calmer، calmer دي جاية من كلمة calm يعني هادئ. المايك معلش يتقفل. فاطمة feels calmer، فاطمة شعري بهدوء اكثر. forest يعني غابة، a little deer went through the forest، الغزال الصغير كان بيمشي في عبر الايه الغابة. wolf drink، the wolf has drink a drink from the lake، الذئب كان بيشرب من الايه من البحيرة. river clear، the river is cool and clear، النهر نظيف ونقي. bear eat، the bear wants to eat the deer، الدب عاوز ياكل الغزال. fox، the fox wants to eat the deer، الثعلب عايز ياكل غزال. happy proud، the deer feels happy and proud، proud يعني فخور، الغزال حاسس بالفخر والايه والسعادة. تعال نعمل ستوب ونبدأ حفظ. واللي فيه صعوبات يا شباب هو اللي فاتح المايك بعد اذنكم. عبد الرحمن open your mic. حاضر يا مس، يلا. أبدأ. القصة بتاعت اسمها ايه يا عبد الرحمن؟ فاطمة faces her fear، فاطمة بتواجه ايه؟ خوفها. خوفها. فاطمة favorite إيه كون أمل كازن أمل كزم أمل comes to visit her. her It is her. It is Amal's first time in Aswan. ممتاز. She's very very excited. ممتاز. She wants to see all the famous places. Places. Wants to see all the famous places. ممتاز. بيقول لي أمل بنت عم فاطمة المفضلة راحت تزورها لأول مرة، ودي أول مرة أمل بتزور فيها أسوان، وكانت متحمسة جدا وعايزة تشوف كل الأماكن الإيه الأثرية. أحمد هاني picture number two. أمل shows أمل choose فاطمة a photo. Can we go visit the dome of Abu Hawa? We can climb up the hill to it. There is a great view from there. The dome of Abu Hawa. قالت لها، عرضت أميرة صور كده على فاطمة، قالت لها إحنا ممكن نروح نزور إيه قبة أبو الهوى، وممكن نطلع إيه التلة دي، المنظر من هناك جميل جدا تحفة يعني. يلا يا آدم picture number three. فاطمة Fatima doesn't know what to say. She wants to make Amal happy, but she has a secret. She is afraid is of بلاش is بلاش is eat is eh eh she's is afraid of of night not of of heights of Oh, how can she climb? climb ال B silent، احنا ال M وال B ورا بعض و B for book، ال B تبقى silent. climb climb up the hill to the dome. down. okay thank you. ممتاز. يلا يا تيما picture number four. Fatima doesn't want to disappoint her cousin, so she decides to face her fear. That's a good idea. She says, let's go in the afternoon. We can watch the sunset. ممتاز. يلا يا عدي وبعدك محمود.
It's Tuesday and the not girl cute. ما are بصي يا عدي، عشان تعتبر اليوم ده بتنطقوه وحش، مش بتنطقوه صح. Tuesday Tuesday Tuesday، مش Tuesday تيوز. Tuesday Tuesday and the girl are at the دوم dump of ابو الهول هوا، أبو الهوا. ابو الهوى after a long كلايم climb they reach the top فاطمة. فاطمة's face is white واقف كده ثواني، يعني ايه فاطمة's face is white؟ يعني ايه وش فاطمة بقى لونه ابيض؟ هل ده معناها ان هي مريضة ولا خايفة؟ يقول لك الدم جري من عروقه، هرب من عروقه، الدم هرب من عروقه يبقى لونه ايه؟ شاحب، يبقى هي خايفة. فاكرين لما قلنا you look a bit green، انت شكلك شوية مخدر، دي معناها ان انت مريض، شكلك مريض. يبقى اللون الجرين مع الوش يديني ان هو ايه؟ مريض. الوايت، مريض الوايت لما اوصف بيها الفيس، طالما مش بوصف بشره، بوصف ان فين ده لون مؤقت حصل، يبقى معناه ان هو ايه؟ afraid of something، خائف من شيء ما. كمل يلا يا عدي. She's very scared but Amal takes her hand and smiles breathe slowly she says you can do this Fatima no now look around you برافو، يلا يا محمود. بيكتشر نمبر 6. Fatima feels calmer she lifts her head to look Her head. at the نعم Her head. Her. her head to look at the view It's incredible. Incredible. Suddenly, she doesn't feel scared Feel or anymore. feel? Feel or feel? Feel. Feel. Scared any? Anymore. She feels proud to live in. Powered. Huh. Proud. Proud to live in. Live, not leave. Live in such live in such a fantastic place. ممتاز. يلا يا عمر اقرأ لي اللي هي التيبس دي، النصائح دي. The story is about a visit to a famous monument. القصة بتتكلم عن زيارة لمكان أثري مشهور. اقرأي التيبس دي. Pictures can دي بقى، دي النصيحة وانت بتقرأ القصة. بيقول لك بقى انت ممكن تتعرف على معلومات من القصة من الصور اللي موجودة فيها. عمر محمد أخو زينة، يلا يا عمر. Picture can help you understand what a story is about and give you extra And give you what? detail. And give you ايه؟ For example, معلش اقولها and لكم. give you extra. لا extra detail. Detail يعني تفصيلة. Extra detail يعني تفاصيل زيادة يعني. For example, For the example. background. For example. 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 P P example. The background can show you where the action happens. الخلفية ممكن And توريك ايه هي المكان اللي بتحصل فيه الأحداث. the pics of the sure characters ال H silent in the bye face of the characters، وش bye الشخصيات. can tell you how they feel at feel not feel feel. feel at that moment والوش مومنت، والوش بتاعهم بيوضح لك هما بيشعروا ايه في التو او في اللحظة. يلا يا زينة. little deer runs through Little deer runs through the forest
He come to a beautiful blue. Look and lake, a beautiful blue lake. Lake, lake and delicious. And decides. Decides to stop for a drink of water. Just then, he sees wolf. Wolf has a drink from the lake. From the Oh lake. no. لا خلاص، هو حد يقرأ الكتب. يلا يا أحمد يا إسماعيل، بعدك يوسف سيد. أوه نو، زي لهوي. أوه نو، دي كده زي لهوي. هادي يا يوسف يا سيد. يلا يا يوسف يا إسماعيل. أحمد إسماعيل. Oh no, says like says little deer. Says says little deer. says little deal. Deer. Deer. I can drink. I can drink from that some looks of same. Same. D-E. Same يعني نفس. Lake as wolf. قال لي يا نهار اسوح يا خرابي، انا مش عارف اشرب من نفس البحيرة اللي بيشرب منها الايه، الذئب. ها wolf. Wolf wants to eat me. Wolf wants to eat me. ممتاز. Little deer. Little deer runs on the in a, on through through the fruits forest. Forest. Next he comes. Next he comes to a river. The river I is cool and cool and color clear, but us clear but as little. هنوقف ايه هنوقف. جري عند الغابة وبعد كده وصل للنهر. النهر كان منعش وكان نظيف أو نقي. بعد كده بيقول لك but as little deer، ولكن كالعادة يعني الغزال الصغير ده. يا ترى عمل ايه؟ رد عليه يوسف يا سيد. جورس. يوسف سيد ايوه مش يلا. Dear. Dear goes to the to drink from it from it It. He from sees. it he sees bear bear has a drink from the river oh no S says says Says. little bear I can't drink from the same river as bear. As beer. Bear. Bear wants to eat. Bear wants to eat me. راح عشان يشرب من عند النهر. لا ايه، الدب بيشرب. شاف الدب بيشرب، فقام قايل ايه، يا لهوي يا خراشي، ده كمان الدب ايه هياكلني، ونفس لو شربت من نفس النهر ده الدب ايه هياكلني، هيبقى او هيبقى عايز ياكلني. احنا لو نلاحظ كده الغزال ده بيخاف من كل حاجة. طب وبعدين، واخرة الخوف ايه؟ مش هيحصل على حاجة كويسة. طول ما انا افضل خايف 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 من كل حاجة، ما ده ما يقولش ان انت ما يبقاش عندك حذر. لا، يبقى عندك حذر وتاخد بالك، بس في نفس الوقت ما ايه، ما تخليش خوفك يمنعك من الحاجات الكويسة. يلا زياد ويوسف عبد الرحيم بعد. يلا زياد يا وائل. little deer Little deer runs on through on through the forest. He comes to a large puddle. A small stream. لا احنا هنا لسه. Little deer runs on ماشي. through the forest. He comes to a small stream. The stream sparkles. Sparkles. The Sparkles.
sparkles the sun. Finally, he says, He I says, can have, he says, I can have a, oh no, little deer, here. says fox, deer, says fox. I can't drink for the some stream as fox. As fox. As fox. برضو Fox. ميكي. هيا fox Wants eat me. wants to eat me. نفس الكلام، راح عشان يشرب. راح في الغابة عشان يشرب، لقى ايه جدول مية كده صغير، راح يشرب عنه كده متلألئ في الشمس. قال أخيرا أنا هقدر وما كملش. بعد كده يا لهوي يا خراشي، little deer says fox ثعلب I can't drink from the same stream as fox. مش هعرف أشرب من نفس جدول المية ده زي الإيه الثعلب. fox wants to eat me. الثعلب هيبقى عايز يأكلني. يلا يوسف عبد الرحيم. Justin, little deer says little bird says little استنى بس استنى يا اسطى يا اسطى استنى يا اسطى، انا لسه في الباراجراف الثاني. little deer runs on through the forest. ماشي. little deer runs on through the forest. he comes to a large bird. Hello. it is it is in blue. isn't blue like the lake. It isn't cool and clear like the river, and it doesn't sparkle like the stream. But little deer is very thirsty. No. بيقول لي بقى little deer جري لحد ما وصل للغابة، وصل لحد بعد البركة كده. البركة دي ما كانتش زرقاء زي البحيرة، ولا كانت منعشة ونقية زي النهر، وكمان ما كانتش متلألئة زي الايه الجدول بتاع النيل اللي هو الجدول بتاع المية ده اللي هو زي النهر الصغير كده. But little deer is very thirsty now. لكن الغزال عطشان جدا دلوقتي. Just then little deer sees little bird. بعد كده شاف على طول ايه طائر صغير. Little bird sees little deer. والطائر الصغير ده شايف الغزال الصغير too ايضا. But she isn't afraid. لكن العصفورة الصغننة دي ما كانتش خايفة منه. Little bird has a drink from the bottle. The bottle. The bottle. العصفورة الصغيرة دي شربت من الإيه؟ من البركة. Little deer watches little bird. الغزال الصغير قاعد يراقب كده العصفورة الصغيرة. قام إيه؟ He thinks. دي يعني قاعد يفكر كده. If little bird can be brave, I can be brave too. لو العصفورة الصغيرة دي قدرت إن هي تكون شجاعة، أنا كمان ممكن أكون إيه شجاعة. تعالوا نشوف في الإند. وعليكم. النهاية بقى عندي هنا. Little deer goes back to the beautiful blue black lake. He sees wolf, bear and fox. راح للإيه للبحيرة الزرقاء وشاف فيها الذئب والدب والثعلب. But this time, لكن المرة دي, little deer goes to the lake and has a drink. الغزال الصغير راح للبحيرة وشرب. It's delicious. جميل. لذيذ. ثواني جميل. ثواني، عارفة يا عبد الله، احنا لسه ما خلصناش. Little deer feels happy and proud. شعر بالفخر الايه؟ الغزال الصغير. نيجي هنا عند جزء الصوتيات، صوت ال W عندي و، وصوت ال V عندي V V. زي و و. wolf w w window w w water v vegetables v violin v volcano w wet whale worm web walk west watch white V بقى V that veil veil يعني الحجاب اللي احنا بنلبسه. village قرية. vase vase van شاحنة. vest اللي هو السترة خدناها قبل كده.
وفيزيت يزور. اكتبوا لي على الكلمات دي سيف حفظ. وعندكم 100، تفتح بس عندي اقول لكم الواجب صفحة كام عشان هي الصورة مش واضحة عندي. 108 109 الاثنين اكتبوا لي عليهم سين. اوكي احنا كده خلصنا.